معنا على الهاتف الاستاذ محمد عثمان المحامي بالنقد والمستشار القانوني للنادي الاهلي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، ومساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى الباشمهندس عادل القيعي. اهلا بيك يا محمد بيه، وكويس انك داخل بقى تحط لنا نقط على حروف كده. قول لي ايه اللي جاي وخطه التحرك ماشيه ازاي في الموضوع؟ وفي الحقيقه امبارح الكابتن محمود الخطيب دعا كل اللجنه القانونيه لاجتماع عاجل لبحث هذه الازمه وكيفيه التعامل معها، وفي النهايه انتهينا الى ان النادي الاهلي لا يعرف الا السبل القانونيه وسيسلك الطرق التي رسمها القانون للطعن على قرار الهيئه المشرفه على الانتخابات بعدم اعتماد فوز السيده العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي. سيبدا الاجراء من خلال القضاء الاداري؟ الاجراءات بدات بالفعل بس دون الدخول في تفاصيل. احنا اللجنه انتهت الى انها ستسلك مسارين، المسار الاول هو الطعن على قرار الهيئه المشرفه على الانتخابات باعتبار ان هذا القرار صادر عن اللجنه هو قرار اداري وليس نزاع رياضي، والاتجاه الارجح انه يختص به القضاء الاداري بالغاء هذا القرار، خاصه اذا كان الخلاف على تفسير نص، بالرغم من نص الماده 43 لائحه الاهلي المتعلق بهذا الامر، هذا النص منقول عن اللائحه الاسترشاديه، وهذا النص في جميع لوائح الانديه وليس نص خاص بلائحه النادي الاهلي فقط، وبالتالي فكره ان احنا نلجا لجهه قضائيه تنصفنا فيما يخص التفسير الذي لا يحتاج اكثر الذي لا يحتاج اساسا الى تفسير، ده امر وارد، وده من ضمن الامور التي تتضمنها عريضه الدعوه التي سترفع امام محكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله خلال ساعات ان شاء الله. يعني التحرك في المسارين، المسار ربما كان مركز التسويه كهيئه رياضيه مختصة بفض المنازعات، أو المسار الإداري كطعن على قرار اللجنة القضائية المشرفة. بالضبط كده، وممكن تبقى خطوة لاحقة الطعن أمام مركز التسوية في اللجنة الأولمبية باعتباره أنها أيضا جهة لها اختصاص. طيب السؤال اللي الناس كلها بتردده هو مين السبب؟ مين اللي لم يعتمد النتيجة؟ هل الهيئة القضائية المشرفة ولا الجهة الإدارية ولا اللجنة الأولمبية؟ لا، أنا في تقديري إن السبب في هذا اللغط وهذا التفكير الخاطئ، أو أنا عايز أقول كمان إنه تفسير جائر كمان للائحة، لأن النص واضح جدا. وقبل ما أتكلم في هذه الجزئية مين السبب، عايز أقول لحضرتك حاجة، إن كل الشأن الرياضي متابعين انتخابات الهيئات الرياضية الأخيرة كلها، أنا عندي أكثر من 5 أو 6 بطاقات أو بطاقات تصويت لأندية أخرى فيها عناصر تم تسجيلها صيغت بنفس النص وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، وبالتالي إحنا ما عنديش شك 1 في المليون في سلامة إجراءاتنا القانونية. إحنا اللجنة القانونية عندنا الحمد لله جميعا المستشار محمود فهمي هو قيمة كبيرة وبتضم نخب من القانونيين على أعلى مستوى، وما عندناش شك زي ما قلت لحضرتك ب 1% في ان اجراءاتنا سليمه تماما، انما اللي حصل في الحقيقه انا بعتبر ان المتسبب فيه الاساسي هو الهيئه المشرفه على الانتخابات، لان هذه الهيئه هي التي اعلنت النتيجه بصوره طبعا كان فيها نوع من المفاجاه لينا جميعا، لان اما عدنا قراءه النص مليون مره ليس هناك ما يمنح الهيئه المشرفه على الانتخابات بان تعلن النتيجه بهذا الصوره وتستبعد النائب، خاصه ان الهيئه طبعا هيئه قضايا الدوله طبعا ليها كل الاحترام والتقدير، وعلى راسها شخصيه عظيمه ومحترمه المستشار حسين فتحي. انا في تقديري كان يتعين عن الهيئه ان تصدر في اليوم التالي بيان توضح فيه الاساس القانوني اللي استند اليه مستشاريها المشرفين على الانتخابات لان تصدر النتيجه بهذه الصوره وبهذا الشكل ويتم استبعاد النائب. احنا لغايه دلوقتي لم يصدر عن هذه اي بيان يقول لماذا تم الاستبعاد، ولم نتلقى تفسير من اي رسميه عن سبب استبعاد.
مفيش تفسير لا من اللجنه الاولمبيه ولا من الجهه الاداريه ولا من اللجنه القضائيه. ان المتسبب الاساسي هو الهيئه القضائيه المشرفه على الانتخابات، ثم اللجنه الاولمبيه ما اقدرش اتكلم عليها لانها اعتمدت النتيجه ولم تتدخل فيها، يعني قرار. لا بس لحظه واحده هنا بس يا محمد بيه، احنا كنا لما بندير الجامعات العموميه قبل كده اللي كان بيحصل بتتعمل لجنه بتبرشم الصناديق بعد عمليه الفرز وبتاخدها في منطقه امنه تحت حراسه ومسؤوليه النادي الاهلي، ما يقدرش يجي ناحيتها وبتظل وقت طويل لحد ما يفرج عن هذه الصناديق بعد ما ينقضي كل المدد القانونيه لاي طعون ممكن تحصل. نمره اتنين ان النادي الاهلي كان بياخد المحاضر دي وبتاعه اعلان النتائج وكان بيبعتها بخطاب الى اللجنه الاولمبيه، بعد كده اللجنه الاولمبيه كانت بتقعد يوم او اتنين تراجع وترجع ترد بالاعتماد او اي ملاحظات تكون لديها. فانا المره دي شايف ان السياق ما تمش كده خالص، ده بالعكس اللجنة الأولمبية اعتمدت من خلال ما تلقته من وسائل الإعلام، ما هو مين الجهة اللي خاطبتها؟ لا خلينا أوضح لحضرتك يا باشمهندس حاجة، الجهة اللي بتخاطب اللجنة الأولمبية دي مسؤولية المشرفة على الانتخابات، نص المادة 41 و42 في لائحة النظام الأساسي للنادي. يعني ده التعديل الجديد بقى ان الجهه الاداريه ان الجهه المشرفه هي اللي بتخاطب اللجنه الاولمبيه. ايوه بالظبط كده. عشان كده انا يعني هنا اهو الماده 42 هقولها لحضرتك، يتولى مجلس الاداره وفي كل الاحوال تختار اللجنه الاولمبيه للاعتماد. ايوه ما طبعا ما انتخاب اوكي. اختصاصها بقى انها بتشرف على التصويت وفرز الاصوات واعلان النتيجه واختيار اللجنه الاولمبيه، فبالتالي اللي بيختار اللجنه الاولمبيه دي من اختصاص الهيئه المشرفه على الانتخابات. خلينا نرجع لحضرتك عشان طب انا برضو هنا عايز اقول حاجه، اللجنه دي منوط بيها الاشراف على العمليه الانتخابيه والتاكد من ان هي كورم ومكتمله الاركان، وبعدين الفرز، بعدين اعلان ما أسفر عنه الصناديق. هل ليها دور تاني انها تقول رأيها في الانتخابات؟ لا طبعا ما لهاش دور تاني انها تقول. طب ليه حصل؟ ما دي حاجه غريبه برضه. هو ممكن نقول ان تفسير خاطئ لنص الماده 42. يعني خلينا اقول لحضرتك حاجه، ان ماده 42 و43 الناس كلها بتتحدث فيها او تحديدا الماده 43 النص واضح ان بتعرض اسماء المرشحين اللي تم تسليتهم على الجمعيه العموميه لاعتماد فوزهم بالتسليه بشرط الحصول على 25% على الاقل. اهو اعتماد فوزهم بالتسليه، يعني معنى كون ان مرشح تم تسليته يعني فاز. يبقى ايه؟ الاعتماد. الاعتماد من مين؟ من الجمعيه العموميه بشرط الحصول على 25%. طيب طريقه التصويت في اللائحه، طريقه التصويت على فكره اللي بيحددها مجلس الاداره، واحنا طريقه التصويت بالنسبة لنا هو الاقتراع السري من خلال صناديق شفافة اللي هي جمعية عمومية. أيوة دي نقطة مهمة جدا، اللائحة بتدي آلية التصويت لمجلس الإدارة. بالظبط كده، يعني سلطات مجلس الإدارة يحدد آلية التصويت. بالظبط كده، اللي بيحدد آلية التصويت هو مجلس الإدارة. فأنت بتنازعني في حق قانوني ليا، وبالتالي آلية. طب أنا متصور إن الفهم بتاع اللجنة دي وكأنه أراد أن يعيد الاقتراع على المناصب اللي بالتزكية من جمعية عمومية عادية مش الانتخابات، فهل ده منطقي ان واحد يطرح مرتين على جمعيتين عمومتين لنفس المكان؟ الجمعية الاشمل قالت رأيها ولا يمكن اعتمادها الا باستفتاء اخر من خلال جمعية اخرى اقل عددا، هل ده انا فاهم كده ولا ايه الموضوع ماشي؟ يعني هم عايزين ايه؟ مش فاهم. محمد بيه حضرتك سمعتني السؤال ده؟ ايوه يا فندم. ايوه حتى الان يعني هل يعقل ان يجرى اقتراعين على نفس الشخص وفائز بالتزكيه كمان؟ اقتراع يعتمد اقتراع؟ لا طبعا. اولا هو مين اللي قال وجهه النظر دي؟
وجهة النظر اللي حضرتك بتتناولها لم تصدر عن جهة رسمية، إنما هي أقاويل أو تفسيرات أو اجتهادات. لا هو ما هو قال كده، قال إن هو ده خد 19400 ويعتمد من الجمعية العادية. ما هو ده كأنه بيطرحه للتصويت مرة أخرى أمام الجمعية العادية. لا يجوز طرحه. لا يجوز مش كده؟ لا يجوز. هو تم طرحه للتصويت في بطاقة انتخابية، بطاقة انتخابية تم كتمها بكتمة الجهة الإدارية اللي كانت بتتابع معانا كل الإجراءات لحظة بلحظة، وأيضا اللجنة الأولمبية، وتم ختم بطاقات الانتخاب معرفة هذه الجهات الإدارية. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا 100% إجراءاتنا مظبوطة وسليمة وصحيحة. احنا ننتظر تفسير حتى كرأي عام من الهيئة المشرفة على الانتخابات أو المستشار حسين خيري رئيس هيئة قضايا الدولة، باعتبار ان دي هيئة وطنية واحنا بنعتز بيها وبدورها في حماية المال العام، كان يتعين على الهيئة ان تصدر بيان تفسر فيه للرأي العام الى ما استندتش استبعاد العمري فاروق بالمخالفة لنص اللائحة اللي واضح جدا جدا، عشان نقدر نرد على وجهة النظر ديت او نقول لهم انتوا وجهة نظركم صح. انما حتى الان الرأي العام ولا النادي الاهلي لم يتلقى رد من الهيئة المشرفة على الانتخابات او هيئة قضايا الدولة، وده في تقديري مسألة هي اللي فتحت الباب للاجتهادات وبعض ممن يدعون انهم جمعية اخرى وجمعية ثالثة والتفصيل والكلام اللي يدور، وهو كلام صحيح على الاطلاق. استاذ محمد، انت اشرت الى منطق من الاشكال المستند لها النادي الاهلي في دعواه، انه مع تعدد لوائح الانديه، لوائح النظام الاساسي للانديه باختلاف حتى الجهات الاداريه المباشره المختصه، اللائحه الاسترشاديه واحده، لوائح الانديه واخده البند نفسه من نفس اللائحه الاسترشاديه زي النادي الاهلي. شفنا انتخابات نادي الزهور نجح الثلاثي الرئيسي في المقدمه بالتزكيه واسمائهم كانت مدرجه. هليوبلس رئيس النادي نفس الحكايه، نجح هو وامين الصندوق وادرج اسمائهم في المقدمه. دي مديريه القاهره. مديريه اسكندريه نجح بالتزكيه في سموحه. مديريه الدقهليه شفنا على الشاشه دلوقتي استماره التصويت بتاعه نادي ديكيرنس، وكمان تم اعتماد نادي السنبلاوين. مع اختلاف الجهه الاداريه المختصه الكل اشتغل بنفس البند بتاع اللائحه الاسترشاديه وحط الاسماء المزكاه في استماره التصويت واعتمدت من اللجنه الاولمبيه. اللي حضرتك بتقوله صحيح ومظبوط تمام، ويتفق مع اللي احنا قلناه ان جميع الاجراءات تمت بصوره سليمه، وان ما حدث لاستبعاد العمري فاروق هو امر مبهم غامض لم يتم تفسيره حتى من القائمين عليه او من مصدري هذا القرار. عشان كده انا بقول لهيئه قضايا الدوله كان يتعين عليها ان تصدر بيان للراي العام او تفسير او توضيح لماذا وكيف وعلى ما استندت لاتخاذ هذا القرار بحين صدور هذا التوضيح. طيب الاجراءات اللي الاهلي واخدها هذا المسار، حضرتك متوقع انه يعني يستغرق قد ايه الى ان يبت فيه؟ استاذ محمد اتفضل. ايوه اتفضل، احنا ما سمعناش اجابتك، اتفضل. لو محكمه القضاء الاداريه قدرت ان هناك استعجال وحددت جلسه للشق العاجل ممكن ينتهي الامر خلال شهر، ولو احالت الدعوه للمفاوضين يبقى هنا ممكن المساله تاخد بعض الوقت، ولو سلكنا مسار مركز التسويه ممكن تبقى الامور في الحاله دي تبقى اسرع. يعني احنا هنبذل قصارى جهدنا في هذا الامر، ومساله التوقيت دي بقى مساله نسبيه في المسائل وفي الامور القضائيه. ده الاستقرار على التحرك اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اي ايضاحات اخرى؟ لا، لو عند حضرتك سؤال تاني اتفضل. مفيش، خلاص. يبقى انا سعدت وشرفت بيكم ومنورين دايما. احنا بنثمن الجهود التي تبذل، وانك انت وزملائك القانونيين الحقيقه عاملين دور كبير جدا، لكن هذا الموقف سيتوقف امامه تاريخ الاداره المصريه كثيرا، لانه موقف غير مفهوم وغير مبرر وغير مفسر. في غير تاني؟
أنا بشكركم ومتشكر جدا وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ محمد عثمان المحامي والمستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي بالنقض، وأعتقد مفيش غير تاني.